تكون معنا للا. معكم إلهام. للا إلهام من أين مدينة؟ أكتيال مو من ناظر. أيه مرحبا بك للا. شنو بغيتي تعاودي لنا فهاد الليلة؟ بغيت نعاود المشكلة ديالي تماما. واخا شحال العمر ديالك؟ عمري 26. 26 سنة. تفضلي للا كنسمعوك. أخويا أنا كنت تزوجت خطبت ملي كانت عندي 16 عام. أيه درت العرس ملي كانت عندي 18. كانت عامين مخطوبة. درت العرس أنا كنت ساعة صغيرة وصراحة الوالد ديالي ما كانش بغا ما بغاش يخليني نتزوج ولكن أنا كنت شوية كان عليا الضغط. إلهام ما جري عليك سواحد ياك؟ لا بوحدك. بوحدي يلا بشوية باش نقدروا نستوعبوا. بوحدي أنا اللي بغيت نتزوج به ما كنتش كنعرفو ولا غير كان شافني هكا غير صدفة صافي وكتبت أنا تزوجت. ما كنتيش كتعرفيه غير صدفة وكتبت أنك تزوجي به؟ أنا كنت سافرت عند أختي لتازة وكان شافني هكا يعني هو بحال كان عنده مشكل وكان بغى يدير يتهنم ديك المشكل ديالو وأنا جيت في الوسط. كيفاش كان عنده مشكل وبغى يتهنم المشكل ديالو وأنتي جيتي في الوسط؟ هو ديك الوقيتة هذيك اللي شاف كان عندهم غلاص فيه هو وبنت عمته. إيه وكان شاف عليها واحد لافوت بحال ما بغى يبين هاد اللي مثيلة بالتلفيل أنا غادي نتزوج. وكان شافني يعني ماشي قال لي تهضري معايا ولا قال لي أنا غادي نجيك نيشان تقدري تزوجي بيا. أنا كان عندي الضغط في الدار ما كيخلينيش نخرج حتى من القراية خصي هذيك أنا مسيرة عليا. قلت له أه بلاصة. قلت له أه إيه جنب الدار خطب ما بغاش الوالد ديالي. أنا بغيت قلت له ما بغيتوش علاش نبقى هنا في الدار ماليش نقدر نبقى في الدار. إيوا عام هو عطشو هو خاطبني درت المهم فاش درت العرس ومشيت سكنت مع عائلته. فاش سكنت مع عائلته كان عائلته كانوا أنا صغيرة ما كنعرفش ندير لا الشغل ديالهم وجوج العربية ما كنعرفش ندير الشغل ديالهم ما كنعرفش ندير حتى شي حاجة. صافي كانت بزاف عليا خصني ندير ديك الحاجة ولا أنا كنتعاير ما بالمشاكل بين مرت خوه معايا بغيت تبني كتبت حجرة ليا. صافي بقى شوية بقى هكاك شوية كيشوف بحال هكاك قال لي غادي نخرج كالكريك. الوقيتة اللي خرج باش غادي نكري هو ما كانش قادر على المسؤولية. خرج كري لي بيت مع الجيران. ديك الوقيتة اللي مشيت أنا كريت نت كانت وحل جاني الوحل صعيب ما كنتش كنقدر ناكل ما كنتش كنقدر البلاصة خصني نبقى غير معزة النهار كله. المهم بقى ديك المشاكل بدا المشكل بين رجلي أنا وياه أن الخدمة ديالو ناقصة. شناهي اللي ناقصة شناهي؟ الخدمة ديالو كيخدم 70 درهم في النهار. 70 درهم في النهار إيوا أكيد ما كان صافي ما كنا كان أنا ما عمري بقيت معاه 50 ما عمرو ما كساني ما عمرو ما شري لي شي حاجة. كنا كيكتبنا غير دارنا وصافي ما كي هو ما كي بحركة يخدم يامات ويحبس يامات يخدم يامات ويحبس يامات. ما كناش بحركة كنا ماشيين مع الوقت وساكنين مع الجيران وخصة وهذا. مهم باش أنا بغيت فاش ولدت كان ولدي صغير شوية بغيت ندير شي حاجة باش نخدم. أنا ما كنت خرجت من المدرسة يعني ما عندي لا خدمة لا باش غادي ندير شي حاجة لا والو باش ندير الحلاقة. دخلت درت الحلاقة فريت واحد العام. مهم شديت فاش شديت الدبلوم بقيت كان خدم هكا في لي صالون غير بشوية حتى فاش شافني أنا خدمت هو جاب الله اللي وكلنا ما بقاش كيبر يخدم. أنا ديك الوقت كنت الولد كان عندي صغير وكان جاني بحال الأعصاب كنت كنكون غادية في البنقة كنطيح كنتعصب. علاش تتعصبي؟ كنت عصب حيت فاش كنبقى نهضر معاه انا وخا داك الشيء كله فاش تزوجت بها حيت انا كنت من الزواج انا صغيره ديته هو صافي
هو بقيت كنحسبه كل شيء، واخا يدير لي اللي دار بقيت كنحسبه هو عائلتي هو كل شيء. صافي انا بقيت كنرد غير الخاطر، كنقول له خدم، كنقول له نتعاون، كنقول له حتى كنطلب كيبريش كيبقى معايا حتى 12 الوحده. انا فاش كنت كنطلع مع 12 باش ندير الغدا كنلقاه ناعس ولا عس لوقت قدامه. صافي كنسيبني كنصب وكنزيد لما رد. المهم بقينا هكا. شحال بقيتوا على هاد الوضعيه؟ كاين هاد ديك المشاكل شي عامين. ايه قلت واحد النهار قلت له شوف قلت له انا غادي نتطلق، قال لي صافي بغيتي تطلق. تطلق طلقنا انا وياه المره الاولى. ايه مشيت سكنت مع اختي في تازه. فاش سكنت مع اختي في تازه بقيت واحد 3 شهور كنشوف اختي مزيانه هي وراجلها، هذا كنقول يمكن انا تطلقت، يمكن انا درت شي حاجه، يمكن تقلقت ما صبرتش مع هذيك. الولد كان ديك الساعه هذيك الوقيته الولد كان معايا كان كيشوفني كان كيبكي كيقول لي ماما اش كتبكي. شحال كان في عمر الوليد ديك الساعه؟ دابا كان في عمرو شي عامين ولا دابا ضربت الله كبير في عمرو كان في 60. فاش بقيت هكاك واحد المره عيطت عليه. فاش قلتي لي تزوجتي نعم؟ تزوجت 2011 ولا بحال هكا. يلا كملي. فاش رجعت عليه ما بغيتش حيت انا غادي نسمع هذا في هذه قطع عليا حيت هما عائلتهم ما كيرضاوش باش الطلاق وديك الشيء باه كرهني الله كرهتني حيت طلقت منه. المهم دوزت لي الولد باش يهضر معاه، بقى كيهضر معاه الولد بابا هذا هذا. قلت له واش ما نمتيش عليا حيت طلقت هذا؟ قال لي نجمش ولكن زاد قلقتي. وصافي حتى دابا ماشي مشكل. قلت له الا بغيتي نرجع انا وياك نرجعو ونتفاهمو ونصبرو بيناتنا وهذا وهذا. اييه ونخدم عليك عاوتاني وانت نعس حتى الوحده. نخدم شويه ونخدم شويه. قال لي قال لي انا ما غاديش نديها في عائلتي حيت عائلتي غادي يقولوا لا انا ما غاديش نديها فيهم. قلت له صافي حتى انا هي هذيك. رجعتي معاه؟ حاولت. رجعنا صيبنا اوراق، درنا واحد الكاغيت واحد اخر لابط واحد اخر، رجعنا تزوجنا من جديد. مشينا عاود كرينا في واحد البلاصه واحد اخرى. انا ديك الساعه كان عندي واحد شويه ديال الذهب وهو ما كانش عنده، مشيت انا بيتو باش كرينا باش لقينا باش ندير بانو شويه بقينا. مهم ديك الوقيته اللي رجعنا ما كيخدم. قال لي هذه تبقى لي شويه الفلوس ندير بروجي صغير والله عسى تكون مزيان. قلت له صافي. المهم داك الذهب اللي بعتو داك الشيء دار بيه بيعه وشريه، كان كيبيعو شريه في الخضره. باش بقى كيبيع ويشري. الشهر الثاني اللي دخلنا فيه مبقاش كيخدم ولا كي باش ينوض بكري لا ولا كيشري الخضره عين خضاره وعاد يعاود يبيع فيها. المهم انا عاوتاني هكاك رجعنا نفس المشاكل. بدلنا الكريا، بدلنا الكريا ديك الساعه دار بدلنا الكريا. انا عاوتاني بداك المشاكل مشاكل 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 ما طولناش بزاف عاوتاني. المهم واحد النهار كيخليني مشيت عند بلاد عند اختي وفيهم تحويجه الماريو كيهزهم وكيطلع في حال وديجا الولد كان داه لوسي كان طلع لدارهم كيهز الولد وكيمشي. تبعو خو مشى من عيط عليه قلت له فما لقيتش حوايجك في الدار داكشي. قال لي انا ما نقدرش على المسؤوليه. خلاني في يرد الدرا خلاني هكاك دا الولد وبقاو هكاك. بقات المهم شي شهور ولا سبع شهور هكاك. ست شهور هو بعيد عليك والولد ما كاينش هو والولد ما كانت لا دعوه لا والو. ما كانت لا دعوه لا حتى شي حاجه. علاش؟ لان انا النهار اللي رجعت معاه درنا لاك تخلينا عند العاد ما مشيناش جبناه وهذا بقى عند العاد. الوقيته اللي مشاه هو بقيت انا كنقول شنو غادي نشتغل شنو غادي ندير حتى الفار ومخليني في الدير ديك راه وما عندوش لا ما ديك الغيره يقول ان مرتي شنو كدير وهذا وهذا. بقى من ست شهور واحد الليله جا واحد الليله جا بقاني في الدار بقاني مريضه كنطايا في السخانه بقاني مريضه. الليله اللي جا بقى كيحلل معايا وديك الشيء والتحليل وهذا. قلت له انا ما نقدرش. قلت له واش انا مرتك ولا جبتني من الزنقه؟ قلت له ما عندكش الغيره عليا ما كتقولش مرتي شنو خليت غادي تاكل شنو غادي دير باش غادي تفوت باش قال لي سمحي لي وانا ما حسيتش وانا قلت له لا. قلت له شوف قلت له طلق. قال لي عاود طلق. قلت له عاود طلق. المهم كي
يعني في الضوء وشعر كمان عند عائلت أعرف أنت معك صفي بكتها التتنى يا أنت لما قلتش نبالك فاتشي ذكرت أنا ما قدر نقول لك فاشي حاجة أنت موية ما متساهمش عائلتي وعائلتي بكل شيء عارف النبي إلا أنا هي ما متساهمش أيوة كانوا اللي عاوز ثاني باش نبغين باش نرفع دعوة ديال طلاق واحدة أخرى خلاني الحمد لله توقفتي معنا في التجربة ديالك من بعد ما رجع عليك الزوج ديالك ولا طلب السماحة ولا مشى من بعد وعاود طلب السماحة اش وقع من بعد؟ لا الكتاب اللي هو مشى لدارهم صافي مشى لدارهم كان 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 ديجا لوسي خدا الولد لوسي خدا الولد اختي الولد انا الكتاب اللي كان رجع هو تاع حاله انا مشيت جبت الولد ديالي فاش مشيت جبت الولد ديالي صافي هو بقى في داره انا مشيت لدارنا صافي بقينا هكاك انا يعني هو في دارهم انا في دارنا صافي بقينا ديك الحوايج اللي كان عندنا في الدار ذكرى باقيين حوايجنا في الدار ذكرى هو في دارهم انا في دارنا صافي شحال استمر هادشي؟ استمر 6 شهور و 6 شهور وحنا في هاد الحالة هي وجا عندك عاوتاني وقال لك سمحي لي وما الى ذلك ياك لا كنجا العيد العيد الاضحى هي كنجا العيد الاضحى وعيط عليا قال لي عيدك مبروك وهذا وهذاك قلت له يبارك فيك قال لي واش الا جينا عندكم واش تستقبل انا قلت له مرحبا بكم ولكن عند اختي حيت دارنا كان خويا الكبير صافي طلع له هذا الشيء في راسه يعني ديما مخاف ما ديما هذا الشيء خويا الكبير قال لي انا هذا الشيء ما بغيتش نزيد نسمعه خذي واحد الطريق يترجع معها وتصبري يتفارقي معاه وصافي وتشوفي حياتك الاخرى شنو غادي ديري فيه يا شنو درتي انا ما قدرتش نقول له يجي لدارنا قلت له يجي لعند اختي جا لعند اختي هو وخوه قال لي ترجعي معايا وما يكون غير الخير ولكن واحد الشرط غادي نسكنوا في دارنا قلت له صافي بقاو معنا يومين هو وخوه يومين في دار اختي فاش كان غادي لوسي قال لي يعطيني صابرة الولد ديالي سميتو صابر بلاتي نوقفو على واحد النقطة مهمة ايوا قال لك ترجعي وتسكني مع دارنا تسكني مع دارنا في العروبية وهو الشيء اللي ما كنتيش قابله في واحد الوقت وربما كانت فيه الإشكالات والمصاعب والمتاعب مع زوجة الأخ ديالك أنا ما كانش عندي مشكل نسكن مع دارهم حيتاش دارهم حيت عائلته وهذه الكلمة كنقولها وكنشهد عليها أنا لحد الآن وخين كبرت يعني ما بقيتش صغيرة وهذا يعني أنا ما كانش عندي مشكل أنني ما نسكنش مع ما ولا هذيك ما عنديش بالعكس كيعجبني نكونوا كاع مزيانين كاع ما عنديش هذه النقطة أنني نسكن بوحدي قلت له صافي قلت له واش هما مقابلين عليا قال لي قابلين قلت له صافي واخا صافي فاش كان غادي قال لي غادي تسكن في دارك قلت له ولكن انت غادي تمشي وانا غادي نزيد الدار اللي ساكن فيها ونزيد الحوايج ديالنا وداك الشيء نشوف خويا يهزهم معايا ونجي ونجيبهم ونمشي قال لي ماشي مشكل فاش كان غادي قال لي عطوني الولد طلع معايا قلت له صافي لبست لي حويجاته وهذا وداه ومشى هو وياه ونسيت لهم دارهم فاش وصلت لدارهم انا عليا قال لي شوفي قال لي بلا ما تخرجي من ديك الدار اللي راكي ساكنه فيها قلت له علاش قال لي حيت الوالد ديالي ما بغاش نسكن معاه قال لي انتما ديما كتخافوا ديما هذا اللي ما صافي ما ترجعوش عندي قال لي غتبقي تما قلت له شنو واش نرجع لهاد الدار قال لي كلوا المهم بقى هكاك هو غرضو من هاد الشيء كله انه غير ياخذ ولدي وصافي المهم مشيت انا طلعت فين كنسكن مشيت كنت كنسكن وما نجاش كنمشي عند اختي نبات معاها نرجع للدار في النهار نمشي نبات عند اختي في النهار نقيد في الدار والو ما جاش كنفون عليه كيقول لي انا ما غاديش نجي كيقول لي شوفي ديري اي حاجه بغيتي انا راه ما غاديش نرجع دابا الى بلاتي شنو هي هذي؟ ديري اي حاجه بغيتي راني ما غاديش نرجع قال لي صافي يعني ما بغيتي تطلق لا قلت له تطلق حيت انا راه ما غاديش نرجع قال لي انا عندي مشكل الا جيتي عندي لدارنا وسكنتي معايا انا هذاك هو داكشي اللي بغيت ولكن باش تقولي انا نجي عندك نسكن معاكي في الدار ذكرى وما ناخذش الحريه ديالي وهذا قال لي لا ما تكونش
ايوا قال لك بلي الوالد ديالو ما قبلش. الوالد ديالو ما قبلش وهو لقاها هو ما غاديش يقدر يكري. هو الكرام ما غاديش يقدر يكري. هي صافي قلت له صافي شنو شنو نديرو؟ قال لي قال لي غادي نديرو حتى شي حاجه صافي تقدرهم تقدم. انا 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 كفي انا مرضي وليت كنتعصب وليت كنطرح وليت بزاف الحوايج ولاو فيا صافي. قلت له صافي كيعصبني كنقطع عليه التليفون. بقينا هكاك. بغيت نطلق المره الثانيه لقيت مشكل ان فاش كنمشي عند العادي كنقول له استني الله كيقول لي لا خصو هو يجي يثني عليه وتثني عليه نتيا عاد تاخذه تثني عليه بجوج تثني عليه بجوج باش كنعيط له هو ما كيبغيش يجي ما كيبغيش يجي يثني عليا على الكافي. المهم واحد النهار درت معاه واحد الخطه قلت له شوف غادي نسكنو في دارنا مع هذه الكري لا انت انا غادي نسكنو معاه مال الدار ولكن غادي تجي تثني على الكافي ديالنا وهذا قال لي صافي. جا دوزت لعند العادي ثني عليه على الكافي قلت له فقط انا ما غاديش نرجع معاك. قلت له انا بغيت تثني عليا غير داك الكافي حيت حيت وصلها وحيت مرضي. قال لي هذا الشيء اللي بغيتي قلت له مشيت عاودت رفع الدواء ديال الطلاق عاوتاني بدينا انزورو وثاني فاش كان كيدخل عندي قاضي كيبقى كيكذب عليا كيقول شي هضره ما كايناش. المهم تسدو القنا بقينا هكا حتى تسدو القنا. ديك اللي كتسلك القنا ديالي الولد ديالي انا باقي باقي معاه لحد يومنا هذا باقي معاه باقي مع الاب ديالو باقي مع الاب ديالو. وفاش كنفوني عليه واحد المره مشيت بغيت نشوفو قال لي شكون الولد ديالي قال لي ما شافنيش من هذاك اللي غادي الاضحى اللي غادي الاضحى اخر اللي كان ملي كانت في عمره عامين ياك شحال كانت في عمره؟ لا فاش كانت عمره عامين طلقنا المره الاولى ولكن بلا مراه وكيل شي عامين ديال هاد الخلافات وقلنا نرجعوا هذا يعني على امر يبعثني وشي حاجه. يعني انا خليته انا خليته عام ما شفتوش حيت هما كيتسكنوا بعادي. وواحد خو كان كيقول لي الا جات غادي نديرها وغادي نسالها حيت طلقت المره الاولى وطلقت المره الثانيه يعني كيبغيو يهدوني انا ما كنتش كنقدر نطلع. واحد المره كان جات كان كنت قال لي غادي راح صليت عليه قلت له فين راك؟ قال لي رحنا انا وولدي في راس في النواحي ديال فازا. انا شديت الطاكسي ومشيت تما شفت ولدي تما فاش شفتو مشيت لبستو وهزيتو داكشي بقى كيقول لي شكون انت ما عرفتش ما عرفتش كيقول لي شكون انت. وفاش كنعيط له كنقول له جيب لي الولد كيقول لي ها هو يهضر معاك كيقول لي انا كيبغيش الولد غير كيقول له نديوك عند امك كيبقى كيبكي كيقول لهم ما نمشيش صافي كيبقى كيبكي كيقول لهم ما نمشيش نبقى هنا صافي. انا بقيت هكا لحد اليوم. واش انت 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 تنازلتي له على الحضانه ديال الابن ديالك ولا شنو؟ الحضانه عندي انا ايوا عندك انت وعلاش بقى معاه؟ علاش بقى معاه؟ واحد السبب انني انا يعني 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 الوالد ديالو الصراحه الوالد ديالو ما كيبيش ولدي كيتهلا فيه وكيقري وكيلبس مزيان ولكن واحد واحد القضيه انا كنخدم يعني وكنخلص الكرا يعني ما عادش نقدر ما نقدرش انا نلبي داك الشيء لولدي اللي باغي. يعني الابن ديالو الابن ديالكم بقى معاه بالاراده ديالك؟ بالاراده ديالي ولكن هي شناهي؟ انا بالخاطر ديالي اعطي له بالخاطر ديالي أيوة. ولكن في قلبي ماشي بخاطري. يعني انت يعني انت عطيتيه الابن ديالك غير لانك ما قدرش تامني له الحاجيات ديالو ياك؟ الشيء اللي باغي انا مانيش نقدر انا ولدي ما نقدرش نجيبو ونشوفو مكرفس معايا ما نلبسوش ما نقريش ما انا ما عنديش شي وظيف شي خدمه شي عائلتي على قد الحال. نعم انا كنخدم توفوره بحرا كنهز راسي يعني انا باش نجيب ولدي نتكرفس عليه ما عادش نقدر. وهكا 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 عايشه والحس بيا الله وكنتبع معاه تبدا نساء كنتبع معاه تبدا نساني وعاد هذه واحد اليومين داوني كوما للسبيطار ما كنهضرش والناس كتقطع فيا ما كنقدرش نتنفس وغير بسبب هذه المشكل هذا وغير دابا كناخذ الدواء كنشرب الدواء كل عندي بزاف بكيات ديال الدواء كل نهار خصني نشربهم ديال الاعصاب كتقطع فيا النفس ديك عندي ديك المينيير وشي دواء واحد اخر بلا سميات بلا سميات
أوكي. بلا سميات ديال الأدوية. شوف إلهام في دقيقة غتقولي لي شنو الوضع ديالك حاليا، شنو الوضعية ديالك حاليا؟ الوضعية اللي كنعيش فيها أنا دابا عايش وما عايشش. الابن ديالك شحال ديما شتيه؟ مشتوش دابا عامين. عامين؟ شتو واحد النهار غير في الصيف شتو، ولكن قال لي شكون نتيا؟ ما عرفكش. فاش قال لي شكون نتيا شديت موراها سيمانة، عاوتاني شديت موراها سيمانة وأنا مريضة. لكن ما عمري كننسى وما كان صافي ما كيتسيبليش بداري وعايشة مريضة به. إلهام شنو الرسالة ديالك للمستمعين؟ اسمحي لي كنزرب لان ما بقاش لنا بزاف ديال الوقت، داكشي باش كنزرب اسمحي لي بزاف ما بقاش لنا بزاف ديال الوقت، داكشي علاش. شنو تبغي تعرفي من عند المستمعين ومن عند برنامج فسحة امل، مستمعي برنامج فسحة امل؟ شنو اللي خلاك تتصلي؟ واش فقط انك تفضفضي على ما بيك، ولا بغيتي تعرفي شي حاجه بالضبط؟ لا كنبغي نعرف شي حاجه اللي كاين من الناس كبر مني كيبغي يوريني شي حاجه اللي انا ما عرفتش شنو ندير. وتنسبيه زعما تنسبيه، انا كنعرفش واش هكا ولا هكا، وباغا نسمع يعني مثل الناس اللي كيعرفوا اكثر مني واللي باغا نعرفش ما عرفتش شنو ديري فاش. انا هاد حاجه وحده في القضيه ديال ولدي، حيت هي اللي عايشاني هكا، عايشاني مريضه، عايشاني عايشه وما عايشش. النهار كله كنبقى غير ساهية، أي واحد كيهضر معايا كيلقاني غير ساهية، ديما ساهية. وفي الليل فاش كنحط راسي على المخدة ما كيحيدليش من داري، كنعس بيه وكنوض بيه. إلهام طبيعة الحال نبغي نسمعوا لك غير الحوايج الزوينة، هذه الأولى ياك؟ جوج بغيت نسولك، واش ما حاولتيش شوفي مع الوالدين ديالو هو العائله ديالو في هذه القضيه هذه ديال الولد، على اعتبار ان هذه المساله ماشي معقوله؟ انت تنازلتي لي على الولد متفقين، ولكن باش يحرمك منه حتى شي حاجه ما كتعطيه هذا الحق، لا الشرع ولا القانون. واش ما شفتيش عائلته اللي كانوا كيتدخلوا؟ ماشي انا ما كنقولش انا عائلتي خايبين، بالعكس عائلتي لا عمرها سلعه وخا هكاك، ولكن لو كان عائلتي يدخلوا بالضبط هناك، لكن كيدخلوا عائلتي بخير كبير كره، ربما كاع كرهني انا صبرت وما نفكرش كاع في الطلاق مره ثانيه، ولكن عائلتي كيقول مخليني انايا بيناتنا، ما كيدخلوش ما كيدخلوش كيقول له صافي انا كي مثلا انا كنعيطو كنقول له عافاك جيب لي ولدي، ما كتعيطو كتقول له جيب لي، ما مريضه كتقول له ولدي عافاك، اسمع لي بنت هاي تطلقة في عافة تجيب لي بنشوف أنا غادي نموت وغادي نموت في روش ديالك، يقول لها ما شاء الله غير مثالي نجيبه وما كيجيبوش، وهكي كيدير لنا كيقول لنا غادي نجيبه وما كيبغيش يجيبه. واخا الإلهام شكرا لك، وشكرا للثقه اللي وضعتي فينا في البرنامج، ونتمنىك تبقاي مستمعه وفيه، ونهار الحد ان شاء الله على اعتبار ان البرنامج ما غاديش يكون معكم غدا وبعد غدا يعني الجمعه والسبت، نهار الحد ان شاء الله سمعي باش تسمعي الاراء ديال المستمعات والمستمعين في التجربه ديالك. شكرا اخويا، شكرا لك للإهانة. شكرا لك. مستمعينا الكرام، هذه تجربة من التجارب كتعكس للأسف النتيجة ديال بعض القرارات اللي كتكون مبنية على طيش. إلهام وهي في عمرها 17 سنة شابة، أو إن صح التعبير يافعة، ومنين كنقولوا يافعة كنقولوا